مستر بيتسو موسيماني بيعلن قائمة النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب. ضمت القائمة محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بنون وحسين الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وولتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايه ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء. زي ما حضراتكم عرفتوا أن علي لطفي الحقيقة جاله يعني شد خفيف كده هيحتاج من 4 لـ5 أيام وإن شاء الله يعود مرة أخرى مع الفريق إن شاء الله خلال الفترة القادمة. أيضا محمد الشناوي بيتخلص من الإجهاد ويشارك في مران النادي الأهلي. كل التوفيق طبعا للكابتن محمد الشناوي خلال الفترة القادمة. زي ما حضراتكم شايفين طبعا ده كان من تدريبات حراس المرمى في ملعب التتش النهاردة في التدريبة التي تسبق مباراة المقاولون العرب. إن شاء الله بكرة على الهواء مباشرة إن شاء الله هيكون معاكم الاستوديو التحليلي نجم الكبير الكابتن أيمن شوقي وضيوفه هيكونوا مع حضراتكم قبل المباراة بساعتين إن شاء الله على الهواء مباشرة لتحليل مباراة المقاولون العرب ضد النادي الأهلي. دكتور أبو عبلة بيقول برنامج تأهيلي لعلي لطفي. دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم قال إن الأشعة التي أجراها علي لطفي حارس المرمى الفريق أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية ويحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى 5 أيام يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية. يعني طبعا أتمنى كل التوفيق لعلي لطفي. كان الفترة اللي جاية كان هيكون له دور كبير جدا خصوصا بعد سفر محمد الشناوي ككابتن لفريق المنتخب الأولمبي إن شاء الله بعد يوم 17 إن شاء الله علي 4 أو 5 أيام ويرجع. وياما عندنا يعني اللي يشيل الشيلة عندنا حراس مرمى أكفاء الحقيقة خارجين من قطاع الناشئين اللي عامل شغل رائع جدا جدا في النادي الأهلي خلال هذه الفترة. طيب عايز أقول لحضراتكم إن إن شاء الله النهاردة هيكون المعسكر المغلق للنادي الأهلي. المعسكر ده زي ما حضراتكم عارفين قبل أي مباراة بيكون المعسكر مغلق للنادي الأهلي.